بحييكم دائما عبر الام تي في، وبدي جدد المعايده طبعا بعيد الفطر السعيد يلي بدا اليوم لدى الطوائف يلي الطوائف الشيعيه، ونحن بعدنا بفتره طبعا الفرصه الرسميه على امل اللبنانيين يعيدوا بامان وسلام. معلومه وبدي أذكر بمعلومتنا اليوم، المذكرة يلي صدرت عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري. هالمذكرة الإدارية قضت بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات والبلديات بكرة الخميس 6 حزيران الحاقا بالمذكرة السابقة رقم 17/2019 تاريخ 28/5/2019، وذلك استنادا الى بيان مجلس الاسلام الشيعي الاعلى بانه اول ايام عيد الفطر المبارك هو يوم الاربعاء، يعني اليوم. المكتب الاعلامي للرئيس الحريري اشار لانه الامانه العامه لمجلس الوزراء تلقت كتاب من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تمنى فيه تمديد العطله، عطله عيد الفطر المبارك، يوما واحدا بعد اعلان المجلس بان اول ايام العيد يوم الاربعاء. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-4444. وبالبداية بحب أقول أنه مبارح بحلقة الحل عنا تلقينا اتصال من أحد المواطنين من بلدة كفرية في الشمال يحتج على إقامة مزارع للدجاج رح تكون قريبة للمنزل يلي هو عم بعمره حتى يقعد فيه ولاده الثمانية. نحن اليوم تبعنا الموضوع وعرفنا أنه هذه المنطقة كفرية بشمال يمكن ما تكون صالحة لا لمزارع دجاج ولا للسكن، لأنه يلي عرفناه أنه هناك ملاكي بالمنطقة أجروا الأرض حتى تكون مزبلة مش مطمر، مزبلة، لأنه إذا بدون عمل مطمر يعني بده يكون في دفع مصاري وتكاليف، بينما المزبلة مزبلة ما حدا لا مين إشع ولا مين سأل. هلأ منقشع الدخان بكرة بس مين سأل ما بنعرف. من هيك بدي طمنك يا صديقي اللي اتصلت مبارح وقال لك انه لا مزرعة دجاج ولا بيت حتى، لانه المنطقة رح تتحول الى مزابل، وهيدا طبعا برسم كافة المعنيين، لانه منطقة حلوة كتير، منطقة كانت شبه مهجورة، اضطروا يشتروا هالأراضي بأسعار لا بأس بها بالمزايدات، لأنه في من عم بيزايد، إذا ما اشتريتوا حدا بيشتري، إذا تا يبيعوا قدر الإمكان من آلاف الأراضي ليوصلوا أنه تحول المنطقة إلى مزبلة. ما بعرف إذا رح تزبط ولا لا، بس هذا اللي عرفناه. طبعا اتصالاتكم على 04-444-4444 بياخد أول اتصال لليوم. ألو. ألو. أهلا. بتحكي مع جنب ربيكا. ايه ربيكا معك، تفضل. ربيكا معي؟ ايه نعم. في عندي انا بالضمان ضمتني بنتي بالمطار. نعم. بضمان المطار. نعم. وانا قاعد لشغل ولا عامله. نعم. وثلاث اربع اشهر مش عم بيقبضونا فرانك. بدي اجيب دواء، ما معيش حق دواء. لك شغله، هيدي مشكله الضمان، التاخير بدفع المستحقات للادويه وغيره. في تأخير دائما. هلا هن بيقولوا انه السبب هو ما عنا العدد الكافي من الموظفين حتى يقوموا بالاعمال بشكل، خصوصا بالمراكز الكبيره يعني يلي فيها الاف المعاملات. هيدي منا حجه، يعني هي الحجه عم بسمعها من اكثر من 10 سنين. حكينا بالمكننه وحكينا بالبشر، اليوم عم ينحكى في ناس توظفت وما إلها وظيفة. طيب إذا توظفنا ما إلها وظيفة وإذا ناس ما بقى، طيب وزعوا على هالإدارات اللي بدها ناس تشتغل حتى من أخر، خصوصا الناس اللي ما عاد معها مصاري تشتري دواء. هلأ الأولوية عم بتكون للأمراض المزمنة، ولكن حتى مع الأمراض المزمنة عم بيكون في تأخير. مش بس صديقي بالمطار، وين ما كان ما في انتظام بمراكز الضمان من ناحية الدفع. يعني أنا وصل لي يعني الست اتصلت فيي وقالت رحنا قدمنا للأدوية عطونا نقبضهم بال2020 مش 2019، بعد سنتين. يعني هي كل شهر بدها هودي الأدوية، آخر فاتورة قدمتها للضمان عطوها موعد للقبض بال2020. هل يعقل؟ يعني مش عم زيد عليك، بس عم خبرك انه في مشكله ومفروض تنحل. اتصال اخر.
الو، صباح الخير ست ريبيكا. صباح النور. منير تربي معك، دكتور تربي كان رئيس. اهلا دكتور، كيف تنورين؟ تنورين بتجنن حبيبي. بس ساره تنورين، هلا ورشه عمل وقفوا، هلا في كان الكاميونات كلها عم تجي لعنا تطلع على البيلوع، عم تزيد ردم من برا بيمرق بضيعتنا. اذا بتطلعي على ضيعتنا اولا خطر على الناس. نعم. لانه هالكاميونات هيدي بتبقى ماشي ولا بتحترم السرعه ولا بتحترم شيء. بعدين نعم. في عندك عندنا مشكله انه صايره كلها ورشه عمل، الطرقات صايره ما بتنسلك، الطرقات ضيقه كلها سوا. مشكلتنا الكبيره انه معوض وقدي اللي ملتزم الطريق توسيع الطريق بين التنورين تحت والتنورين فوق، واللي ملتزم البلوع السد تبع بلعه بطل العمل، بطل يشتغل لانه قال ما عم بيعطوه مصاري. بقى صرنا نحن بقلب ورشه، وهلا بلش موسم الصيف ستر بكا. بتعرفي التنورين نحن عم نشتغل على السياحه فيها، على السياحه البيئيه والريفيه والدينيه بكل من كل قلبها. اجوا من اول هلا هالصيف هذا رح ينزعوا لنا كل الاستراتيجيه اللي عملناها بهذا الصوت. طيب ما في وقت محدد لهالشاحنات دكتور ترباي؟ نعم ما في وقت محدد، لا بيحترموا حدا. مهم هيك كمان شاحنات الرمل اللي عم بيجوا عم يمروا حد المخافرون وعم بيضلوا رايحين، وما حدا عم بيقول لهم محلى الكحل بعائلكم. فبدنا شوي الامور بجديه ويخلونا نحن نعيش يومين، بدنا نصيف. هلا غير هيك هلا ما عندي وبدي اطلع صيف، ما فيني صيف. بروح من بين الجمعه والجمعه بصير على القليله 10 سنتي غبره وزباله. يعني حتى الناس اللي بتطلع على الصيفيه ما فيها كمان تقضي كل وقت على ورا كاميونات للمحمل. ورا كاميونات ما فيكي تتصوري. بدي في وقت محدد يعني من قبلكم نشوف يمروا بين تنورين تحت وتنورين فايق. يعني في وقت محدد لازم يكون لسير الشاحنات. سؤال ثاني دكتور. ما فراني عندها والشو اسمه والدرك ما فراني عندها. طيب عندي سؤال، هل مغطي الحمولة أو مكشوفة؟ أما مغطية أو مكشوفة، المهم إنه ما عم يحترموا السرعة. وبعدين مشكلة كبيرة إنه الطريقة عليها شغل على الجنبين والممرات ضيقة كتير، وماشيين هني مسرعين شي مليون مرة. أنا بعمل بلي بدي راح أعمل حادث أنا وطالع بين تنوري تحت وتنوري فوق. العملية ما بقى تنحمل ست ريبيكا ولا بشكل من الأشكال. بدنا جورج معوض، جماعة معوض يشوفوا لنا على القليل يزفتوا لنا نتفي من الطريق ويكلفوا شغلهم. لأنه ما بفهم أنا شو هال يعني المشكلة دكتور. دكتور المشكلة مع كل المتعهدين إنه لما بيلتزموا مش يعني ما عم بيقبضون يعني المبالغ ليكملوا. كل المتعهدين على هالمساحة هالوطن كلهم بيوقفوا يرجعوا يجوا دفعة مصاري، وهيدي كلها عم تنعكس عليك وعلي وعلى كل الناس. ايه بس إنه هيدي سيتون يورجانس، يعني لازم أكيد على طريق جبلية كمان 100%. بدهم يكون دش هلا حط كل هالمصريات بعوضوا ايدي على البيلوع وعلى على على السد ببلعه وعلى الطرقات هون. ضاع بشي بكم ألف دولار حتى يعملنا الطريق. لا اكيد نحن رح نحكي معه، ونحن بنعرف كمان قد ايه ملتزم بقضايا كثير ويعطي العافيه يعني. ايه بالعكس يعني صديق له، بعرفه منيح. بس ما نحكي معه بنشوف كيف ممكن كمان تتنا شوي. احنا بنحكي اصلا مع الدوله تعطي مستحقاتها للمتعاطين كمان. ما عم فيني اتصل فيه، انا بدنا نحكي معه. انا كنت رئيس بلديه واشتغلنا سوا فتره بقى، ونحن وانا بتعرفي انا اللي كنت ورا انه هن يستلموا السد بدل الايراني وعامل مقالات بالصحف ورا هيدي. بقى خليهم على القليل يوكلوا فينا شوي، لان حرام والله العظيم حرام. دكتور اهلا وسهلا فيك. نحن اهلا وسهلا فيك. سنين يسدوا الطريق. قلت لهم لا يا عمي خلينا نحكي مع لا ما وصلت لهون. نحن رح نحكي معهم وبنشوف باي طريقه، ونحن من ناشة الدوله انها تعطي المتعهدين مستحقاتهم حتى يكملوا هالاشغال بالمهل يلي محدده، وهيك بيكون في احترام للمهل من جهه، واحترام كمان للناس، لانه في سلامه مروريه كمان ما بدنا ننسى، وخصوصا على طرقات جبليه. وهلا بالصيف كل الناس بتطلع على الجبال، ونحن عم نشجع السياحه الداخليه الدينيه وغير دينيه، واكيد تنورين وارس تنورين مقصد كمان وسد بلوعه كمان. اهلا وسهلا فيك منير طرباي. باخذ اتصال اخر. الو الو بونجور مدام ربيكا، يعطيك العافيه. اهلين.
بس بدنا نستوضح شغله. اليوم الصبح اجينا من رابطة المدارس الكاثوليكية انه المدارس غدا مدارس عادي فاتحة. نعم. بعد ساعتين بيطلع وزير التربية بيقول حتى المدارس الخاصة على ضرورة اقفال غدا. هو للصراحة المدارس نعم مدارس الكاثوليكية قالت لطلابها عندهم يومين يعني قبل ما تطلع مذكرة دولة الرئيسة اللي حكيت عنها بالبداية. من هيك معالي الوزير رجع ذكر المدارس انه تلتزم بمذكرة رئاسة الوزراء. هلأ كل مدرسة إدارة مدرسة هي بتعرف يعني حسب منهاج طلابها إذا عندهم فحوصات ولا لا. يعني المدارس الكاثوليكية بتترك لكل مدرسة هي تقرر إذا بتعطي 3 أيام أو يومين. عرفت كيف؟ بدكم ترجعوا لإدارة المدرسة. الوزير تمنى ولكن إدارة المدرسة هي حسب برنامجها هي بتقرر إذا 3 أيام أو يومين لأنه الكل عطوا يومين مثل ما عرفت. هلا المذكرة صدرت امبارح يمكن الحاقا بيبعتوا ميلات للطلاب وبيقولوا لهم اذا بكره فرصة ولا لا. فاصل ومنتابع. تابع الحل عنا دايماً عبر الام تي في وباخد اتصال جديد. ألو 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 بونجور بونجور. من بعد إذنك عم بحكيكي من زحلة. أنا عندي مشكلة هي إنه كانوا يحطولنا على الويب سايت تبع وزارة الطاقة عدد ساعات القطع لأنه نحن ندفع بزحلة بزحلة اللي كلها بتجي 98 أو 99% بندفع حسب النسبة اللي بتجي فيها كهربة الدولة. فمن شهرين ما عش حطوا هن هالنسب هاي. اخر مره حطوها ب 27 اذار انه كانت دايره الكهرباء تبع الدوله 554 ساعه والموتور 198. فايش الفاتورتين اللي بندفعهم بين موتور وشركه 54 ب 46 وهو لازم يكون 27 هو مدور والبقوي من الشركه. فجربت كثير اتواصل معهم بوزاره الطاقه وما اجاني خبر وما اجاني جواب. ابعت ايميلات واتصل كل مره ضل نص ساعه على التليفون وما يجيني جواب. ليش ما رجعت؟ ليه ما رجعت كهرباء زحله؟ رجعتهم بيقولوا لي هودي اللي الفاتوره اللي هي معك هي مضبوطه وهو نحن بنقدر نعرف من السايكل عندنا قديش هو بيدور وقديش الشركه بتجي من بيروت. نعم. فانا عندي امل كثير كبير بحضرتك انه يرجعوا يحطوا لنا عدد ساعات القطع اللي بيعملوها لمنطقه زحله. اوكي اهلا وسهلا فيك. الله يطولنا بعمرك. اهلا فيك. اتصال اخر. نحن كلنا بنعرف انه كهرباء زحله قبل ما يصير ترجع تنضم يعني كانت كهرباء زحلة هي تعطي الكهرباء بفاتورة واحدة بدل فاتورتين لأنه كانت تجي الكهرباء 24 بفاتورة واحدة بدل فاتورتين. من بعد ما طلع قانون وفصل هذا الموضوع يعني ما عادت كهرباء زحلة امتياز صارت عم تطلع فاتورتين. هلأ الساعات كيف بتنحط هذه بدي راجع كهرباء زحلة كمان حتى نشوف ليش اعتمدوا هالطريقة إذا مطلوبة منهم من كهرباء لبنان ولا لا. يعني يعتمدوا هيدي الفوترة مش الفوترة السابقة. يعني كانت كهرباء زحلة كانوا مرتاحين بزحلة بتجيبهم فاتورة واحدة بانتظام الكهرباء ما أحسنهم. هلأ أوكي اللي صار صار وصار هلأ نية قانون جديد وسيستام جديد ولكن الناس دايماً عم تسأل مثل ما سأل هالمواطن هاي ليش تفاتورتين وليه مش عم تنعهد الساعات. رح أسأل كهرباء زحلة إذا مطلوبة بالعقد هيك الفوترة تكون ومين عم بفوتر زحلة بتفوتر أو كهرباء لبنان. بالصور يلي وصلت لي على فيسبوك الحل عنا لفتتني مع هلأ ناس اليوم فرصة وبكرة في ناس بحب تطلع على الطبيعة كمان آخر الجمعة بتعمل بيكنيك وغيره. اللي عم بيصير إنه ما عم ننتبه على الحرارة وما عم ننتبه إنه النظافة شيء كتير مهم. بدي فرجيكم هالصورة اللي وصلت لي ومن المعيب جدا نكون قعدنا ونترك هيك المكان. هيدا كتير معيب. نحن منكون عم نساهم بالزبالة أكتر بوطننا. نحن بدنا إياه يكون أخضر حلو ما يكون كله نفايات. كل مواطن مسؤول عن النظافة وين ما كنا موجودين مش بس ببيوتنا الدرج والطريق وين ما كنا. باخذ اتصال. الو 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 بونجور بونجور.
مدام ريبيكا؟ نعم. أنا بس بدي أقول لك أنا متقاعدة وحتى مصرياتي بسوسيتي جنرال. نعم. بقى هلأ إنه الفايدة عن الشهر الخامس بقبضها ب2.6 بقى أخذوا مني 10% إنه اللي نزلت جديد على فوائد الودائع هيك صح؟ إنه هلأ بدو يطبقوها قبل ما تقر الموازنة؟ هلأ أنا ما بقدر جاوبك، بدي راجع بالموضوع. هلأ مبدئياً كل شيء صدر للموازنة إذا صدرت بعد ما أقرت، يعني ما بعتقد بلش فيها قبل إقرارها بمجلس النواب، بس أنا ما بقدر جاوبك إذا صح ولا لا. بس بعرف إذا أقرت بالموازنة ما بعد، يعني مفروض تعطي على مجلس النيابة لدرسها وإقرارها، لما تقر بالمجلس النيابة ساعتها ممكن تتطبق. إذا عم تطبق قبل مش أنا يعني ما بقدر أفيدك، بدي أسأل، ما بقدر أقولك إيه ولا لا غير ما أسأل. يعني قضية الضرائب مثل الأرجيلة كمان، الألف ليرة، يعني كمان حدا عم بيقول إنه بلشوا ياخدوا الألف، طب على أساس أخدتوها؟ بلكي التغت، بلكي زدوها بمجلس النواب، بلكي ما بعرف، لأنه بعد ما أقرت يعني كل شيء تخذ بمجلس الوزراء وتحول على لجنة المال والموازنة رح يتبلش بعد العيد مناقشته بالتفصيل، وأكيد كل ما يقر من المجلس النيابي بيصير نافذ، إذا لم يقر ما إنه نافذ. بس الناس يعني قد ما عم بتراقب ما عاد تعرف شو، كتير ما كانت مصدومة إذا بدي أقول بقضية الاقتراحات يلي طرقت على الموازنة بموضوع الفساد وموضوع وقف الهدر وتخفيف العجز. هلأ ما بعرف قديش رح نقدر نحصل منهم، بس بعرف مش دايما على حساب الناس، في أمور كتيرة وأفكار كتيرة صارت مطروحة كتير بعدنا بنبرم حواليها ولا مرة منصيبها. باخد اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا، فيني أحكي مدام ربع؟ إيه أكيد ربكة. أكيد تفضل تفضل معك، أنا معك، تفضل. في منطقة الجناح سلطان إبراهيم، نعم، لحديت هلأ بعدنا على الجانترات وفواتير سلخ. كيف يعني مش حاطين عدادات؟ نعم. دجانتر يعني شو؟ الموتور؟ نعم بسمع. الموتور؟ ايه موتور اشتراك. اشتراك الموتور يعني بعد ما حطوا عدادات؟ لا لا، صرت انا حاكي وزارة الاقتصاد 3 مرات يقولوا بدنا نجي وباخر شيء ما عاد حدا رد علينا. لانه لما انعمل القرار بعتقد استثنت بيروت، سمعت فيها انا ما ماني اكيد منها، ليه بدها تستثنى بيروت؟ يعني اللي عرفته انه هو على مساحة كل لبنان، حتى كان في نقطة ثانية كمان بدها توضيح وما توضحت، هي العلو، هي العلو، بس العداد يعني الزامي وين ما كان. العداد ما حدا اجى ابدا. طيب انا رح الفواتير بعدها عالي كثير، يعني عالي، الخمسي عم ياخذ 120 دولار. قديش كانت قبل؟ نعم، قديش كنت تدفع قبل؟ 150، يعني نازله بس 30,000. مش 30,000، 30 دولار. 30 دولار كانت 120 دولار كانت، يعني بالدولار. نعم. بتقبضوا تدفعوا بالدولار؟ ايه ما بندفع، يعني بندفعهم باللبناني على اساس دولار. يعني زودوا 30 دولار ليك التقنين زاد، يعني الكهرباء يعني 3 امبير ابني اخذ 3 امبير 70,000، وال 5 امبير قد ايه؟ 5 امبير صار 120,000 هلا. اوكي، نحن بدي اسال يعني بوزاره الاقتصاد، لانه البعث مفروض على كل اصحاب والدتي يحطوا عدادات. على اساس انه ما اجوا بالمره وزاره الاقتصاد، في هان مافيه عندنا. نعم. عندنا مافيات. مافيات. بس منهم اقوى من تعول الضاحيه. لا نحن كلنا بدنا نكون على اساس بدي يجوا، ما بعرف. انا اللي عم بقول لك استاذ، مش قضيه اقوى ولا اقل، نحن كلنا تحت القانون المفروض يكون، اذا طلع قرار من وزاره الاقتصاد وتعمم على الكل بده يطبق عند الكل وعلى الدوله انها تراقب. هلا عم بتقلي بالمنطقه هونيك لا حدا راقب ولا حدا سال. انا رح اسال شغلتين، اذا مستثنيت بيروت من العدات، والشغله الثانيه ليه ما في مراقبه؟ رح اسالهم، والشغله الثالثه رح اسالها ومش انت سالتها، حدا غيره سالني اياها، هو اللي علوه
لانه في زياده على علول، لانه بياخذوا بجبال، لانه في مساحات اكثر مسافه اللي بدك اياه، بس هيدا عم تتطبع علول 250 متر على سطح البحر، هيدا مش علول. عرفت مني كيف؟ ان شاء الله بحلقه من حلقاتنا يعني هالاسبوع بنقدر نجاوبك. كمان اتصال صوره اليوم نشوفها سوا. هيدي الشحنة من المسلخ للشويفات، هيدي طبعا مخلفات مسلخ، حتى منا مغطاية ولا متخسة ولا أي إجراء سلامة عامة لا على الطريق ولا غيره. ما بعرف إذا حدا وقفها من الدركية، بس بعرف إنه سارحة ومرحة من المسلخ للشويفات. طبعا هيدي برسم المعنيين. بعطيكم موعد بكره دائما عبر الام تي في، بكره رح نضوي على جمعيه اجيالنا خصوصا مع الفطر السعيد. ينعاد عليكم، برجع بجدد على كل اللبنانيين عموما المسلمين خصوصا، ونرجع ننحني امام كل الشهداء اللي سقطوا من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وطرابلس عم بتلملم حاله، وهدية عم تدفن طبعا هالشهداء هيدي. الله يصبرون والله يحمي لبنان. الموعد بكرة، إلى اللقاء.